مفاجأة في سوق الحديد بعد الإعلان عن إنشاء مصنع روسي في مصر. يعني تخيل الحديد اللي كان سعره ضارب في السماء بقى دلوقتي سعره أقل. بس الأول لازم تعرف إيه سر جنون أسعار الحديد في مصر وإيه اللي عملته الشركات الكبيرة عشان تظبط السوق. تفاصيل كتير هتعرفها لما تتابعني في الفيديو ده للآخر. ناس كتير اشتكت الفترة الأخيرة من جنون أسعار الحديد، لدرجة أن طن الحديد وصل سعره لـ40 ألف وعدى كده كمان. لكن في الأسابيع الأخيرة بدأنا نشوف انخفاض في أسعار الحديد، ودلوقتي في مفاجأة جديدة في السوق قادرة تقلب كل الموازين وتخلي الحديد سعره ينزل أكتر وأكتر، وده اللي أكده ناصر شنب عضو شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية لما اتكلم عن خطة إنشاء مصنع جديد كبير على أرض مصر بالتعاون مع روسيا. عشان كده قال مش هيبقى فيه مشكلة في الحديد بعد كده أبدا، لأننا جبنا السوق الخارجي لمصر، وكنا بنقول دايما ما يخلوناش نجيب حديد من بره، خلاص الحاجة دي بقت عندنا هنا وهتكون تحت ايدينا. احنا عندنا المنافسة غير موجودة، بس ان شاء الله المصنع الروسي في مصر هيخلي فيه منافسة قوية جدا ويساعد على استقرار الاسعار في المستقبل. ولو بتقول لنفسك يا ترى مين يعيش وفين لما المصنع يتعمل، احب اطمنك بان الاسعار على المدى القريب المفروض مش هتزيد. طب ليه؟ بص يا سيدي، ناصر شنب كشف عن وجود مخزون كبير من الحديد عند المصانع ما تمش بيعه من عيد الأضحى اللي فات، وده هيساهم في عدم ارتفاع الأسعار حتى في حالة زيادة الطلب. وكان السبب وقتها هو ارتفاع في سعر الدولار وتذبذب أسعار الخامات في البورصة العالمية ونقص المعروض في الأسواق، وكان بسبب تكدس الشاحنات في الميناء. طب دي تعتبر أسعار أقل بكتير من الأسعار السابقة اللي كانت عدت الـ40 ألف جنيه للطن الواحد زي ما قلنا من شوية. وحسب المصري اليوم، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة لمواد بناء بغرفة التجارية، سبق إن عدد من مصانع الحديد بلغت شوية في الأسعار. كمان قال إن بعض المصانع اتجهت للتصدير عشان كده المعروض منه قل في السوق المحلي، وقال إن أصحاب المصانع الحديد الاستثماري كانت بتبيع بأسعار وصلت لـ40 ألف جنيه. لكن مجرد ما قامت المصانع الكبيرة بضخ الكميات في الأسواق المحلية، الأسعار رجعت لطبيعتها وانخفضت حوالي 7000 جنيه. وقال كمان إن في ناس حققت مكاسب رهيبة خلال الفترات اللي فاتت. وفي نفس الوقت محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية أكد إن سعر طن الحديد من الممكن يستمر ويحافظ على استقرار سعره في السوق، وده إذا توفر المعروض من خام الحديد علشان يلبي احتياجات المصانع وعجلة العمل كمان تدور مرة تانية بطاقة إنتاجية عالية. طب هي أسعار الحديد وصلت لكام؟ حالياً الأسعار تتراوح من 32 ألف جنيه لـ37 ألف جنيه، بس دي أسعار أرض المصنع. أنت بقى شايف إن الأسعار دي مناسبة؟ وهل ملاحظ إن في استقرار بالأسعار فعلاً ولا عندك وجهة نظر تانية؟